هذا مضاد اكتئاب، تاخد حبة الصباح وحبة المساء. بس هيك؟ ما في شي غيره. هاي كلها أدوية خفيفة، والأسبوع الجاي منشوف إذا مشي الحال. ما فيني شوف منى بنوب؟ كرم بيك، ماني واثقة إنه لقائك فيها لمصلحتها بهالوقت. طيب، عزبتك معي. ما في داعي لجيتك كل يوم، لما بصير بإمكانك تشوفها أنا بتصل فيك. مع هيك، ما فيني إلا أجي. مثل ما بتريد. شو مين قال لك انه عندي مشروب؟ كيف ما في هون؟ انت قلت لي انه عندك هون، انا جسمي عم بينمل، ما عاد فيني اقعد بلا مشروب. قلت لك تعي نسهر ونتسلم ولا نشرب. انت عم تكذب، في عندك؟ والله العظيم ما عندي شيء هون. لا في. دوري وتاكدي. في ما عاد اقدر اتحمل، ما بقى فيني اتحمل غياب كرم. جزتني هون بهالسجن وراح. ولا يهمك، كمان أنا حبيبتي تركتني. قول الصدق، ما في مشروب؟ لا. ولو كاس حتى؟ لا. على الأقل بس شفة واحدة. روح من وشي. ست ناهدة؟ يا أهلا وسهلا. شهرزاد، شوفي، تعالي اعدي. خير؟ صاير شي لعمو برهان؟ لا الكل بخير. شوفي، ليش وشك اصفر ست ناهدة؟ رح اجيب لك كاسة مي. قليلي شو بكي؟ شو اللي صاير معك؟ مو أنا مثل بنتك؟ إلي كم يوم عم فكر إذا من الأحسن خبرك بالموضوع ولا لا، وقررت لك. إجت هدى لعنا على البيت وطردتها، وقالت إنك بعتي حالك. سألي شهرزاد مشان العملية تبع ابنها كنان كيف جابت $150,000 بليلة واحدة، وقالت انك نمتي مع واحد مقابل هالمبلغ. انت عملتي هالشي ولا لا؟ واذا صار هيك شي فهذا الذنب برهان هو اللي بيتحمله. وهو اللي رح يتحاسب عليه بالاخره. ولازم تعرفي يا شهرزاد، بنتي شو ما كان الشيء اللي عملتيه يا بنتي، رح تبقي بالنسبة إلي أطهر من المي ونقية أكثر منها يا بنتي.
مساء الخير شهرزاد خانوم. شو اللي عملته؟ اه؟ لمين قلت؟ شو بكي؟ عم اسألك لمين قلت يا أنور؟ لمين شو قلت؟ لمين قلت؟ شو بكي؟ لمين قلت اني وحدة ما بسوى هلا بدك تحكي لمين؟ ليش بضحكني ليش؟ شو صاير لك؟ مين شو عم تعطيتي شوي؟ شو صاير لك؟ ما حدا بيعرف غير أنا وأنت، والله ما في حدا بيعرف غير أنا وأنت، لمين قلت لمين؟ شهرزاد انت شوي هدي حالك بعيد. شوفي شو صاير. معقول احكي اللي صار؟ والله ما في شيء من هالتك انت مرتي. هدي معقول افضحك؟ ماني كسار. كرمتي؟ لا اكيد ما حكيت. اذا فضحتك بفضح حالي. شو جنيك انت؟ انا بحبك حبك ان شاء الله صديقي. اهدي شوي اهدي. اسمعيني انا ما حكيت شيء عم اقول لك ولازم تسيري لحدا. خلصوا أكلاتكم كلهم وبعدين بتروحوا بتتفرجوا على أفلام كرتون. اتفقنا يا حلوين؟ ها هي إجت ماما. يلا قوم لنروح. لوين؟ بطوط ما رح تجي معنا؟ قلت لك امشي. بس ما لسه عم باكل. امشي يلا. ست شهرزاد خير إن شاء الله. ست شهرزاد يلا امشي. خذ لشوف. ضبط ثيابك. لوين بدكم تروحوا؟ والله ما بعرف. ست شهرزاد. ست شهرزاد قلت لك شهرزاد. ماما ما بدي روح. اترك
احكي لي. طيب فهميني لوين رايحه ست شهرزاد؟ ماما ست شهرزاد يلا. دقيقه يا ست شهرزاد. كنام. دقيقه كنام، بدي بوس بطوطه. لوين بدكم تروحوا؟ ما بعرف بس حنرجع بطوطة، لا تبكي. ايه ماما شهرزاد لا تروحوا. انتبهي على حالك. كنا نخليك هون ست شهرزاد. ان شاء الله احكي لي شوفي شو اللي صاير معي. فردوس شكرا على كل شيء عملتيه، واسفة إذا أزعجتك. ست شهرزاد إن شاء الله لا تروح. خاطرك تعا حبيبي. كنان ما بدي. كنان امشي. ست شهرزاد الله يخليكي. كنان خليك. كنان يلا. كنان دقيقة ست شهرزاد الله يخليكي. ست شهرزاد اطلع قدام. شهرزاد تركت البيت؟ ايه راحت واخذت كنان معه. بعرف مو من حقي اسال، بس بترجاك قلي شو اللي صاير. يا ربي. هاي حبيبتي لا تبكي، بخيلك يا ربي شو يلي عم يصير. كرم بيك شو صاير؟ انت منيح؟ احكيلي شو صاير. اكيد الموضوع خطير كتير. شهرزاد كرم بيك عم يتصلوا فيك. الست منى هربانة من المستشفى. معلش حبيبي. وين مشوارك مدام؟ امشي بعدين بقول لك. تفضل كرم بيك. شو عم تساوي؟ ولا شيء. عود منيح وحاجة تحوص. جوعانة كتير ماما. طيب استنى لشوف إذا في معي شوكولا. ما في. اصبر لك شوي. هلا عمو الشوفير بيوقفلنا عند شي سوبر ماركت وننزل نشتري شي ناكله. بس أنا كتير جوعان. كنان لا تزعلني منك، الله يوفقك. تاكل بسكوت حبيبي. شكرا عمو. صحتين على قلبك.
تجربه ان شاء الله ما تواخذني، بس انت ما بصير تقعد وما تعمل شيء. بركي شهرزاد اخذت كنان على بيت جده. يلا اتصل فيهم. يلا قوم بترجاك. الاعداد رح يصير كتير. مو مشكلة. حبيبي لا تبكي، خلاص يا روحي. بدي اشال عن بطوطة. كيف بتهرب يعني؟ اه كيف؟ كرم بيك ممكن تهدى شوي؟ وانتو وين كنتوا لما هربت؟ اه كرم بيك بترجاك لا تصرخ علي، هون مو سجن، ما فينا نقفل الباب على حدا. نحن قلنا لك هالشي من الاول، ما فينا نساعد الا المرضى اللي حابين يتعالجوا، وانت قبلت بهالشروط ونحن ما فينا نقدم لها اكثر من هيك. شوفي انا لما جبت مرتي لهون كانت موافقه انها تتعالج، ممكن افهم شو صار حتى غيرت رايها؟ شو عملتوا لها؟ مو على اساس بتضلوا بتراقبوها؟ كرم مو وقت الحكي هذا هلا، خلينا نلاقي اختي بالاول لو سمحت. ما راحت على البيت، وين ممكن تكون؟ وين رح تكون يعني؟ بشي محل عم تشرب. لا تواخذينا دكتورة، شكرا كثير. ما في مشكلة، إذا لقيتوا منى طمنوني عليها. إيه؟ طبعا طبعا أكيد. عفوا. ولا يهمك. كرم وين بدك تدور عليها؟ ما بعرف ما بعرف. ست ناهدة؟ مساء الخير. مساء النور. كيفكم؟ الحمد لله، وانت؟ كنت بدي اسألك عن شهرزاد إذا عندكم، لأن ما أنا بالبيت. بصراحة تخانقنا أنا وياها. لا، هي ما أجت لعنا. ست ناهدة؟ شهرزاد حكيت لكم شيء؟ والله ما كان بدي يصير هيك يا أنور بيك. يمكن الحق علينا، أنا كثير مقهورة. شهرزاد ما دخل. 2800 دولار ولو حق التذكرة بس؟ طبعا بكرة بالصيف بتغلى أكثر. الصيف مطول، يعني ليش لحتى نبعت لها تذكرة من هلا؟ لأنه هلأ بتكون أرخص. فتون، بس يجي أنور بيك فوتيها المكتب. إيه طيب. هلأ وقته. يا ترى ليش جاي أنور بيك هلأ؟ شو بعرفني؟ بدي إلا ها هي قلتي لا ارتحتي هلأ؟ جاي عم تقليلي تركت البيت وراحت، شو متوقع تساوي؟ شو بدي قله هلأ وكيف بدي طلع بشه؟ بكفي، شبك عم بتصرخ علي؟ يعني كان أحسن إنه تسمع الخبر من حدا غيرنا؟ ما هديك الحقيرة هدى عرفت القصة وعم تحكي فيها. ما كان لازم تقليلها لكنتك يا ناهدة، ما كان حدا رح يصدقها لهدى، وبالنتيجة انخرب بيتها لشهرزاد بسببك أنت. مبسوطة هلأ؟ برهان بيك لا تنسى انت اللي وصلت شهرزاد لهالوضع، هاد اجت ركعت تحت رجليك هون، قالت لك ساعدني ابني مريض وعم بيموت، وضلت تتوسل وما تحركت شعره فيك. قلت لها لا بعرفك ولا بعرف ابنك، ليش ما فكرت وقتها بهالنهاية؟ دورنا عليها بكل مكان. ايه صراحة يعني بدي دور عليها بس بدون ما حدا يعرف بالقصة، لأنه مرتي عم تعيش أزمة نفسية لأنه فقدت ابنها. شكرا كتير. لا بالبيت ناطر. ماشي تصبح على خير. شو قال؟ رح يدور عليها بالمشافي ورح يخبر كل الدوريات، بس ما بظن رح يلاقوا شيء. لوين راحت؟ سألت كل اللي بيعرفوها ما خليت حدا.
ايه مالك؟ لا ما في خبر والله. عمي أنور بيك إجا، تفضل. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. شكرا يا فتون. جبلكن شي قهوة أو؟ ما بدنا شي، يسلم. الله الله لوحده بيعلم قديش هالموضوع مضايقني وقديش صعب علي احكي فيه. انا سبب هالمشكله كلها، ولو داويت حفيدي من وقتها. يا برهان مو وقت نحكي بهالقصه هلا، حسابك على هالغلطه يوم القيامة عند رب العالمين. هدى وحده حيه ما بتتردد انها تحكي هون ولا هون، بس يعني وين سامعة هالشغلة ومن مين سامعة ما بعرف. هي أكيد بتعرف الشخص اللي عطى شهرزاد المصاري، وهلأ نحن لازم نلاقي هالشخص ونحل هالمشكلة. أنا هو هذا الشخص، أنا عطيتها، أنا اللي عطيت المصاري لشهرزاد، عطيت المصاري مقابل أقضي معها ليلي وحدة بس. شو؟ بس أنا ما كنت بعرف بمرض كنان ووضعه. يا عيب الشوم عليك، أنا يلي كنت مفكرك زلمة. الله يلعنك. كنت أوثق بالنسوان أبداً قبل ما أتعرف على شهرزاد. حبيت جربها، بعدين عرفت إني غلطت. ما رح دافع عن حالي قدامكم، الحق معكم شو ما قلتوا عني، لأني طلبت منه طلب سافل بدون ما أسأله ليش محتاج المصاري. ضاقت الدنيا بعيوني لما عرفت إنها وافقت مشان ابنها وعملت له العملية. وانت تزوجت شهرزاد مشان تكفر عن ذنبك، ما هيك؟ أنا حبيت شهرزاد من أول يوم شفتها فيه، لهيك تزوجتها. الدافع هو الحب،
الحب بس، وما في أي شيء تاني. بس صدقيني أنا ما حكيت ولا كلمة عن هديك الليلة ولا لمحت لبني آدم. أقسم بشرفي ما حكيت. بعرف إنه حلفاني بشرفي ما عاد له قيمة بعد اللي عرفته. وحياة بنتي ما حكيت قدام حدا عن هذا الموضوع أبدا. وهدى كيف عرفت بهذا الموضوع؟ فيك تفهمني؟ الواحد هي اللي بتخليه يشرب. عم تشربي لأنك مبسوطة؟ تفضل. ايه طبعا. منى من شان الله افتحي التليفون. الرقم المطلوب غير موجود. طبعا ما في شيء. شو هو؟ كنت بدي كب أناني المشروب بس ما لقيت ولا قنينة. ها ان شاء الله تكون هي. ان شاء الله ان شاء الله. شو صار معك؟ ولا شيء. رحت على كل البارات وما كنت لاقيها. ولا بالنادي؟ اول شيء رحت لهنيك ما اجت ابدا. خبرت الشباب اذا حدا شافها يخبرونا. حلو كتير. وشو قلت لهم للشباب يا مالك؟ قلت لهم اذا شافوا مرته لكرم سكرانه وعم تعمل مشاكل يخبرونا. مشان الله بكفي. والله مليت من مشاكلها، مليت من مشروبها، من ازماتها، من شكوكها، مليت. كرم خلتني بعد عنها قد ما قالت لي ما بتحبني. طيب معلش تهدى شوي. يعني كيف بدك يعني اهدى؟ قلي كيف بدي اهدى؟ راحت على الحفله سكرانه ولحقتني على الاجتماع وهي هربت من المشفى ولسه حضرتك بتقلي اهدى؟ انت كتير مزودها. يعني كرم افترض صاير معها شغله مو منيحه. رح يصير معها اكيد بتكون قاعده بشي بار عم تشرب ولا هم شيء. كرم لا تحكي على اختي هيك، والله رح موت من الخوف عليها. انا كتير اسف ملاك بس اعصابي متوتره. مازال معاملك اي شيء، ليه عاطيه قيمه كل هالقد ومزعل حالك؟ بس كانه عملت لها شيء عملي معك. شو وضعك؟ اخذت مني مصاري يا كرم. عرفت شو عملت؟ خلصني. لا تقولها. مظبوط؟ مو هي فاتورة الأوتيل أنا؟ ليش ساكت؟ وكرم بيك هلأ عم يدور وين راحت المصاري وأكيد رح يعرف. عرف بالفاتورة وأكيد رح يعرف كل شيء. شهرزاد ممكن تسمعي؟ هلأ رح ننتظر. ما رح يعرف. لا تخاف. ورح يعرف إني أنا كنت هديك المرة. أنا عم قلك ما رح يعرف. كنت عرفانة من الأول إنه هديك الليلة ما رح تضل سر بيناتنا. شهرزاد لا تضحك علي. سر بالدنيا إلا بيجي يوم وبينكشف. إلا سرنا. ما رح يهدى باله ليعرف مين المرة اللي كانت معك. كرم ما في يثبت أي شيء يا شهرزاد لأنه بالأصل ما بيعرف. الخيانة عنا بالعيلة وراثة. بالأول بابا خان ماما لسنين طويلة وهلأ جوزي عم بيخوني. كيف عرفتي إنه عم يخونك؟ انت تأكدتي؟ نحن منحس. ثانياً ما في دخان بلا نار. معك حق. مزبوط. اتصلت وحدة قالت لي جوزك عم بيخونك. عم تتخيل؟ مثل الأفلام الكوميدية بس مو تمثيل جد. وانتي شو عملتي؟ لازم اتركه، لازم اتركه فوراً.
أي وحدة حتكون محلي أكيد رح تعمل هيك. إذا ودتيها ليش كل وحدة بيخونة زوجها؟ تدركوا؟ بالعكس تعمل شغلات تانية. مثل شو يعني؟ بترد الخيانة بخيانة مثله. على مبدأ العين بالعين، وبرأيي هذا الصح. لا تفكري كتير، تمرق بصحتك. أكيد هي. أنور شو بتطول بالك؟ دمرت كل شيء يا كرم، كل شيء. يعني سويت اللي بدك. بدي أعمل لك شو صاير؟ تعت هلا أنور، صار يلي بدك يا. اطلعوا كلكم هلا برا واتركونا لحالنا. انت على علاقة بهدى؟ ها؟ عم بسألك جاوبني. معناتها عرفت منك بقصتنا مو هيك؟ كيف قدرت تعمل هالشي فيها يا كرم؟ أنا مو مشكلة، ما رح أزعل لو كانت الإساءة بتخصني لحالي، بس كيف عملتها بشهرزاد؟ ليش لحتى تحكي لهدى؟ كنت سكران وقتها وما بعرف شو قلت. أنت واحد ندل وحقير ومالك رفيق. الحق معك، ما حدا دافع عن حالي لأنه ما عندي أي مبرر. صحيح حكيت لهدى، بس أنا ما كان قصدي أذيك بنوب. وشو بعملت فيني معك حق. أنت دمرت كل شيء يا كرم. أول شيء دمرتوا صداقتنا، دمرت علاقتنا، والأهم من هذا كله أنك دمرتها. أنت قضيت علينا كلنا يا كرم، طعنتني بظهري. شهرزاد تركتني هلا، مستحيل ترجع لي مرة تانية، مستحيل. مبسوط هلا؟ ها؟ مبسوط؟ انسى كل شيء بيناتنا كرم، انسى. احترمته وفكرته زلمة، حبيته، طلع واحد ما عنده ذرة شرف. أنور بيك طلع بلا شرف؟ مين غيره يعني؟ مو هو يلي استغل وضع شهرزاد وعرض عليها مصاري؟ برهان أنت ما بيحق لك تحكي عليه أبدا. الزلمة كفر عن ذنبه وتزوج من شهرزاد. الله أعلم شو كان صار بشهرزاد لو كان واحد تاني غير أنور. روح شوف حالك قبل ما تحاسب الناس. روح حاسب حالك يا برهان على اللي عملته فيها. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ وكيف بدنا نلاقيها لشهرزاد؟ لو بتعرفي شو راح عليك اليوم يا هدى،
شو يعني أفلست شركة أنور أقصان؟ اليوم إجت مرته لأنور على الشركة، شهرزاد أقصان. إيه؟ كسرت مكتبه، كسرته على الآخر. لك يا ريتك أنت وشفتي بعينك كيف صار حالة المكتب. كيف؟ ما عرفنا شو صار، ضجت كل العالم يلي بالطابق الفوقاني، ولما سمعنا صوت الأزاز ركضنا لبرا. المهم نحن وطالعين شفنا ست شهرزاد قاعدة على الدرج وعم تبكي. طيب ليش عملت هيك؟ والله ما بعرف، كل واحد بيقول شكله وما حدا بيعرف، ومنيرة ما فتحت تمها ولا بكلمة. حبيبتي عم يدق الباب، يلا روحي بحاكيكي بعدين. ايه؟